هذا المشهد الذي نراه اليوم كان لابد منه، وما الذي أو ما واقعية الحديث عن التهدئة اليوم؟ نعم، ربما يبدو الحديث عن القتال واشتداد يعني الهجوم المقابل. أقول حقيقة ما حصل اليوم هو سيد فلاح، للأسف الصوت لا يصلنا بشكل واضح، نحاول إصلاح الصوت ونتابع معك هذه الصور التي تظهر استخدام قذائف ار بي جي أثناء المواجهات بالمنطقة الخضراء، حديث عن استخدام أسلحة ثقيلة في اشتباكات لا تزال مستمرة في بغداد، أسلحة متوسطة وسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.